تقول السائلة: هل إزالة الشعر الذي في يديها وذر وأرجلها ذراعيها ورجليها من النمص؟ لا، يجوز للرجل وللمرأة إزالة شعر الجلد، إزالة بشرة الجلد، ما في مانع، إنما الممنوع للرجل حلق اللحية أو إزالة اللحية، والممنوع للمرأة إزالة الحواجب، شعر الحواجب أو شعر الرأس. شعر الرأس لا يجوز للمرأة حلق رأسها ولا قصه حتى يصبح مثل رأس الرجل، هذا حرام. نعم.